أكثر من 10 أشياء ندمت اللي كنت نشريها. أفضل طريقة لتوفير المال لزوجك والبيت بدائل جربهم بدون ولا تكلف. مساء النور، يا مساء الخير. شكون اللي عجبته المشطة ديال اليوم؟ شكون اللي عجبو الميكاب ديال اليوم؟ اكتبوا لي شي فيها التعليقات. عرفتوا البنات، بغيت نرجع لكم الفيديوهات اللي كنت ندير في الاول ديال القناة نتاعتي. هاكا مرة كندخلهم لكم مع لي بلوغ، ندخلهم لكم مع الشيوات، نخليهم لكم مع الروتينات. ما هو رأيكم؟ دونك شجعوني في التعليقات. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو لأول نوبة ندير لكم على القناة. غادي ندخل ان شاء الله في الكاتيجوري ديال عدم الإسراف او ديال الاقتصاد مثلا في المصروف او ديال مينيماليزم. دونك بهذا التيرم هذا كاين بزاف ديال الاشياء تنشريهم تيبقاو غير في القنت. كاين بزاف ديال الاشياء اللي يمكن لينا نلقاو البدائل نتاعهم. كاينين اشياء ما بقيتش ندخلهم لداري، ما بقيتش ندخلهم لبيتي. كاينين اشياء اللي استغنيت عنها تماما، ما بقيتش تنشريهم. 21 حاجه من بين الميك اب، من بين اللباس، من بين اشياء تندخل مثلا للطبخ، للكوزينه، للحياه اليوميه. فيديو اليوم غادي يكون من هذا القبيل. شكون اللي عجبته الفكره؟ اللي عجبتك الفكره خليو لايك، ديروا ليا بارطاج، ديروا ابوني لما درتوش ابوني، وقرعوا على الجرس الموجود هنا امام اخانا القاعه ديال الاشتراك. لما نبدا بالرقم واحد قولوا لي نتوما في التعليقات الحوايج اللي ما بقيتوش تشريو، الحوايج اللي استغنيتوا عليهم تماما وباش بدلتوهم. ما هما البدائل اللي لقيتو باش انا كناخذ منكم افكار. اول حاجه ما بقيتش نشري الصبابط اللي ماشي كونفورتابل، هي لحقاش عجبوني، هي لحقاش فيهم شوز بيبقى، هي لحقاش مصولدي. اي حاجه شريتها ماشي كونفورتابل ما تلبسهاش وتتبقى متراكمه. هي زبينه، تجيك زبينه في العين، صبط غزال ديال الطارو، ولكن واش قيستي؟ واش تمشيتي به؟ واش حسيتي بانك راه ما تضركش؟ واش فريمون كونفورتابل؟ ايه الا تضرك واخا غير شي شويه كوني اكيده بانك ما غاديش تلبسيه، غادي تخليه فواحد القنت بحالو، بحال بزاف ديال الاشياء اللي خليهم في القنت وتراكمات على تراكمات. حتى كاينين بعض السيدات اللي ما عندهمش واش يحطوا هاد الحوايج وما عندهمش واش يحطوا هاد الصبابط، وحاجه على حاجه، حاجه على حاجه، وهادشي تيتسمى ضياع. هادي اكثر من عامين ما بقيتش تنشري لا بود برونزونت، او ما بقيتش ندير لا كوليكسيون ديال لي بود برونزونت. بود برونزونت هي واحد لا بودغ كنديروها فوق البشره نتاعتنا، هنايا في الجبهه، هنايا باش نديرو الكونتورينغ، هنايا باش نديرو شي شويه الانف يولي لنا شي شويه مغليض، هنايا شي شويه يعني في فصل الصيف تندير شويه من الحاجه. علاش انا بغيت ندير كوليكسيون ديال لي بودغ برونزونت؟ علاش عندي هادي وعندي هادي وعندي هادي وعندي هادي وما تيتقاداوش؟ وحده عندي هادي، انا ما عنديش وحده عندي لا كوليكسيون ديال شحال هادي. غير جاب الله كنت نشري دي برودوي ديال لا مارك، دي برودوي دو لوكس بحال مثلا ديور وشانيل ولانكوم، بحال هذوك ما تيقداموش، تيبقاو الريحه نتاعتهم زبينه. يعني ماشي بحال الاخرين، ماشي بحال مثلا شريتي شي حاجه ديال 5 اورو دغيا تتخدم، دغيا تدي لك الحبوب، تدي لك دي بلاك روج. دونك هذوك هما اللي باقي انايا تندير لحد الان، وحبست ما بقيتش تنشريهم، غادي نديرهم حتى يتقادوا. ما بقيتش نشري نهائيا لي بوط بونزونت. شكون لي بحالي؟ رقم 3، ما بقيتش تنشري النظاظر ديال الشمس اللي ما تيحميوش من الشمس غير ديال التفركيس. ما بقيتش تنشريهم، واخا يجيو معايا، واخا يكونوا زويونين، واخا يكونوا على مود. علاش بغيت نشري انايا شي نظاظر اللي ما تيحميونيش من الشمس؟ راه داكشي مدير عتي هادي واحد النوبه كنت خرجت وكنا راكبين في الطوموبيل وكانت الشمس جايه ديال جهتي، وكنت دايره نظاظر ديال التفركيس ما تيحموش من الشمس. نيا كيولاو وانا الشمس كانت مقبله عينيا تنفخو، وديك الساعه حلفت بانني خاصني ندير نظاظر ديال الحمايه من الشمس، ديال فريمون شي ماركه اللي تحميني من الشمس. تنديرهم واخا نشوف في الشمس، نشوف فيها هاكا ما تيدمعوا لياش العينين نتاعي، واخا نكون دايره الماكياج، واخا نكون دايره لي لونتي. نهائيا كان عندي الحمد لله على خير، لحقاش راه انفو تدير واحد الكوليكسيون، وخصوصا الناس اللي هما دايرين بحالي فتيديروا الكوليكسيون ديال هادي والكوليكسيون ديال هادي والكونسي ديال هادي ما
كيبسوا رقم 4 ما بقيتش نشري لي ساك ديال البلاستيك. تعرفوا لي ساك ديال البلاستيك فتا هنايا تيتباعوا ب 30 سنتيم 20 سنتيم 10 سنتيم على حسب المحل اللي نتيا مشيتي فيه. انا اللي بغيت نتقدى فتندي معايا دي ساك، او الا بغيت نشري فتنشري دي ساك دوك السيكان اللي تتقدري تستعمليهم مره وجوج ومره وجوج. هادوك ممكن ليك ديرهم مثلا ديري لي كورس تخرجي تتقداي تستعمليهم شحال منو حتى بعض المرات حيت يقدموا لك الحوايج او بغيتي تجمعيهم فممكن ليك تجمعيهم في هذوك السيكان تديهم تحطيهم في واحد الوقت الا بغيتي تحطيهم شي حد يعني تيبقاو في واحد الصاك اللي هو زوينه واحد الصاك وحدايا هذا الفيلم في الغرفه ديال سميسه وهي جامعه واحد الصاك اش دايره فيه داير فيه الكتيبات نتاع القدام ديال السنه الدراسيه اللي هي فات حطاهم تما في داك الصاك. دابا غادي نجمعوهم في داك الصاك نيت وغادي نحطوهم في الكوني في الفوق غادي يبقاو تماك حتى تلقاهم او حتى تبغيهم او حتى تعاوتاني تصيب الغرفه نتاعتها وتكلاسي كل حاجه في المكان ديالها. خامسا ما بقيتش تنشري شكون اللي لحظه او ما بقيتش تندير دوك لي بيجو لي تيكونوا كبارين سواء بالنسبه للودنين لا سواء بالنسبه لهنايا كاينين عندي باقيين عندي مره تنديهم هكا مثلا في فصل الشتاء الا لبس انايا شي تريكو مثلا سخون وما فيه حتى حاجه ما فيه لا زويقه ولا والو تديري مثلا داك الكولي فوق وتيجيبو هكا زويون. ولكن بحال مثلا في فصل الصيف وليت ندير غير دي بيجو اللي هما تري سامبل بيجو اللي هما ما تيبينوش فريمون خفيفين ظريفين تلقى فيهم راحتي وما بقيتش تنشري دابا نهائيا. ديك الساعه عندي لا كوليكسيون ديال زارا لا كوليكسيون ديال مونغو لا كوليكسيون ديال دي مارك اللي انايا كاع ما عرفتهم تمشي نخرج مثلا للسوق تنشري حماتي ديك الساعه كانت تشري ليا حتى هي تعطيني حيت شافني تعزيز عليا هاد النوعيه ديال لي بيجو تنشري من عند اليكسبريس تنشري من عند اي بي يعني وقت ما تنشوف شي يوتيوبوز تدير مثلا واحد الاول ديال لي زاكسيسوار الا وتمشي انايا لليان تاعها وتمشي انايا كوموندي بعد لي زاكسيسوار الا وداكشي تيبقى تراكم هذا على هذا هذا على هذا على هذا. في الاخر كانت فواحد الوقيته في ماماضا كنت نلبسهم بزاف كانت يعجبوني بزاف كنت مره تنخرج بهم ولكن صافي الان ما حد كا كتكبري وما حتى الافكار تيتكبروا حتى الستيل ديال كيفاش تلبسي حتى هو تيتبدل شي حوايج اللي كنتي تديريهم ديك الساعه فدابا ما بقيتيش تحسي مثلا بهم بالراحه وليتي تقلبي على تو سكي سامبل على لا سامبليسيتي شي حاجه اللي هي تكون سامبل وفي نفس الوقت تكون راقيه وتكون زوينه. هادشي علاش نقلب انا حاليا تكون لي بحالي اللي ما بقاش تيشري كتب ديال لي غوسيت كتب ديال الوصفات ديال الطبخ. انا ما بقيتش نشري الكتب ديال الوصفات ديال الطبخ بما انا تتمشي البورطابل نتاعك بغيتي الوصفه الفلان الفلانيه فتطلقيها مثلا في يوتيوب او تطلقيها مثلا في سناب شات او تطلقيها مثلا في تيك توك او تطلقيها مثلا في جوجل تطلقي اي حاجه غير بالبورطابل نتاعك. دونك ما بقيتش تنشري كتب ديال الطبخ هما راه فعلا مزيونين خصوصا الا كان عندك شي كوزينه اللي هي كبيره وحطهم انا في واحد القنطه ترجعي لهم هكا مرامره ودي غوسيت اللي انت تديريهم دائما زوينين من هذا المنظور هذا. الا عندك مثلا واحد الكوزينه اللي هي صغيره ما كاين حتى البلاصه انت فاش تحطيهم دونك سي بي براتيك بور موا تمشي غير بورطابل تنقلب على الغوسيت الفلان الفلانيه فتنخذ مثلا كيفاش دار الغوسيت وتنعاودها عوض نقلب. وخاصك تشري بزاف ديال الكتب يعني اللي انت كل نوبه بحالي بدات تبدلي في الغوسيت شحال مكتب جهدك شحال جهدك من كتب تشري. اللي يمكن لكم غادي تستغربوا ما بقيتش تنشريها هي الحاجات اللي تتحيد الماكياج بحال مثلا دي لانجيت لوميسيلير ما بقيتش تنشري داكشي كاع كله تنشوف بانه في ضياع ديال الفلوس. دوري ليا كيفاش تحيدي المكياج كيفاش تحيدي المكياج ديال العينين نتاعك مثلا كيفاش تنحيد المكياج بغير بالغسول ديال الوجه دي برودوي او تنحيد المكياج غير بزيت ديال الكوكو تديريها في شويه ديال القطن وتتمسحي مزيان الوجه نتاعك تحيد لك حتى المكياج ووتر بروف وموراها مباشره فتديري الغسول نتاعك اليومي تحيد لك البقايا ديال المكياج نتاعك وها هو المكياج نتاعك تحيد بلا ما تشري دي برودوي اللي غادي تخسري فيهم فلوس ويمكن عاوتاني يكونوا دي برودوي اللي هما شيميك. دونك ما بقيتش نشري انايا كاع دي برودوي اللي هما مصنوعين باش يحيدوا لك المكياج. دونك كاين عندي واحد البوم ديال كلينيك اللي شحال هادي تنشري من تندير منها غير بشويه ولكن حتى الا ما درتهاش استعملت ديريكتوم وتندير غير الماء فوق وشي وتندير لو برودوي اللي تنستعمل حاليا تنمس مزيان
كنشوف في المرايه تلقى باقي فيا شي شويه ديال الكحل، عاوتاني تندير عليا الماء وتنمس مزيان وشي تيتحيد كلشي تيمشي. ما بقيتش نشري الكنابيات او الكراسة او اي حاجه تتجلسي عليها ديال تو، شي حاجه ديال تو ما بقيتش نشريها نهائيا، حيت كاينين عندي وليدات ودازوا عندي انايا الحويجات ديال تو، وباقي عندي انايا واحد الفوطوي ديال تو اللي معذبه به، والكراسه ديال لاسالامونجي ديال الداليطا، وما تيعذبوني مع الوليدات. احسن حاجه تقدري ديريها الا عندك وليدات هي تشري جلد، الجلد الحقيقي، تمسحيه مزيان واخا يتوسخ واخا ما عرفتش اش يدير. انا راه عندي كنابي بالبيض، والوليدات نتاعي ما نقول لكم بعض المرات تيخرجوا حفيانين او تيخرجوا حمياني غير الشرطه، عاوتاني تعرفوا الدراري كيف وتيجيو تيقفوا ليا فوسط الكنابي تلقاطاش بلا ما نغوت عليهم راس عاد نسلو برودوي دغيا تيتحيد ليا داكشي بحال الا كذبت، بحال ما كاين والو، بحال الا عمرهم وقفوا فوق الكنابي ورجليهم مسخين. الا كان ديال الثوب واخا تحيدي لاطاش راه واخا تحيد ليك، ولكن دائما تتبقى ليك لاطراس. انا راه تنشوف المشكل كاين عندي في الكراسه ديال الدان، واخا شفت داك البرودوي اللي وريت لكم اللي خديت من عند امازون هو راه تيحيد، ولكن تيخلي دوك الخيال ديالو من فهمتوا. الا عندكم شي برودوي اللي هو فريمون زوين ديال الدان فكتبوا لي شي في التعليقات، دونك ما بقاش غادي نشري اي حاجه تنجلسوا عليها ديالتو مع حد الدراري باقي صغار. ما بقيتش تنشري كاش تكشيطه غادي تلبسيها مره واحده في العرس، اون جينيرال التكشيطه تلبسيها مره واحده في العرس، العرس الاخر ما باقيش غادي تلبسيها لحقاش غادي تكوني ديجا مصوره في العرس الاولاني بنفس التكشيطه. علاش انا التكشيطه غادي نخسر عليها مثلا 100000 ريال او غادي نخسر عليها مثلا كاع اكثر من 100000 ريال في الاخر، غادي نلبسها مره واحده وغادي تحط. من الاحسن شري جليليبه اللي تخرجي بها مره شريها كشي قميص تستقبلي به مثلا مره الضيوف نتاعك، تلبسي مثلا في الاعياد نتاعك تكشيطه فتتلبس فريمون غير في الاعراس في المناسبات فريمون الكبيره بزاف، ولا لبستيها مره فما تتعوديها جوج. وثانيا بان كاينين بزاف ديال مثلا لي بوتيكات اللي تي دابا تيلويو التقاشط سيغ انترنيت عطاهم الله، حتى في الدرب نتاعكم غادي تلقاو واحد السيد ولا السيده خياطه وخياطه تتكري تقاشط تكريهم ب 100 درهم، تكريهم ب 200 درهم، تكريهم بعض المرات كاينين تقاشطي تكريو حتى ب 500 درهم الا كانوا فريمون شي تكشيطه في النهار، شي تكشيطه فريمون زينه. علاش انا باغا نضيع فلوس في التكاشط؟ دونك لذلك ما باقيش غادي نشري اي تكشيطه، يا بغيت نخيط شي لباس تقليدي نخيط جليلبه نخيط واحد قميص يكون زوين على الشهوه تكاشط عشرا. وقولوا لي عاوتاني شكون اللي بحالي، ما بقيتش تنشري اي حاجه ديال الحوايج لا ليا ولا الوليدات نتاعي ولا حتى لراجلي ولا حتى حاجه في الدار الا ما كانوش لي سولد. يعني الا ما كانش لي سولد تندوز بحال ما شفت والو، واخا تكون حاجه اللي هي عاجباني. علاش؟ لحقاش دابا ما بقاوش لي سولد ثلاثه ديال النوبات مثلا في العام، لا ولاو دابا شهر تيعطوك سيمانه ديال لي بروموسيون، شهر سيمانه ديال لي بروموسيون. علاش انا بغيت نشري انايا واحد اللبسه واحد الكسوا اون بلان بري بوندون لي بيريود اللي ما تيكونوش فيهم لي سود، اللي ممكن انا ناخذها ا موتي بري بوندون لي سود او ا موتي بري بوندون لي بروموسيون، كاينه ولا ما كايناش؟ دونك لذلك انا خصوصا الوليدات، الوليدات ما بقيتش نشري لهم نهائيا الا اذا كان فريمون واحد فيهم وقف على شي حاجه خاصه، شي حاجه مثلا للمدرسه او تشرقات ليه شي حاجه وخاصه ضروري واحد اخر باش يبدل، تنشري ليه انايا من لا نوفيل كوليكسيون او تنشري ليه اون بلان بري في لي بيريود اللي ما فيهم لا بروموسيون لا لي سول. سينو الى تنشري الى باو لي الحويجات ديال الفصل او الحويجات باش يبداو موسم دراسي فتنشري لهم انايا بوندو لي سول. دايوغ انايا بالنسبه للموسم الدراسي الجديد الدخول المدرسي فانايا ديجا خديت لهم انايا حويجات، ديجا خديتهم لي حويجات بوندو لي سول ديال لو موا دوت لو موا بوندون لي سولد ديال لوموا دوت. انا ديجا خديت اليوم انايا حويجات خاصة بالدخول المدرسي، ما قعدتش تسنيت حتى الدخول المدرسي عاد نشري انا الحوايج اون بلان بري، لا. وشكون اللي بحالي ما بقيتش نشري ديكوراسيون ديال اكسيون نهائيا، جميع الديكورات اللي كنشري من اكسيون
تيتخزو ليا. تندوي على الديكورات ما تندويوش على لي رونجمون. كاينين اشياء اللي هما فريمون سافو الكوتش اللي هما عند اكسيون، بحال مثلا دي رونجمون، بحال مثلا الاشياء اللي تستعمليها كطبيصيلات الحياه اليوميه سميتو الكيسان، زوينين عند اكسيون، تيكونوا ماتشي شيخ بمقارنه مع مثلا جيفي او محلات وحدين اخرين، وتيكونوا هكا عاملين. ولكن حاجه خاصه بالديكور ما بقيتش نشريها، حيت اما تتخزز الا فيها هكا شي 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 عقيدات تيطيحوا ليا. المهم ما تتبقى ليش زبينه، ما لا كاليتي نتاعها ما تتكونش فريمون زبينه، شي حاجه ماشي هي هذيك، شي حاجه ما بقاش تعجبني انايا في لا ديكوراسيون ديال اكسيون، ما بقاش انا تنشرها. الا بغيت نمشي لاكسيون اش نخوض؟ نخوض الرونجمون، زوينين عندهم لي رونجمون، بحال مثلا الرونجمون ديال الدار تيكونوا هكا من اكسيون، تيكونوا با شير وتيكون فريمون زبوني، لا كاليتي نتاعتهم معقوله وزوينين. تنشري الفترات تفاطر ديال الوليدات هكا بالنسبه للدخول المدرسي، تفاطر عندهم زوينين. الادوات قالت لي ميساء الادوات ما عندهمش فريمون زوينين، الكاليتي نتاعتهم ماشي تلت تماك. ولكن واخا هكاك تنشري مثلا شي حاجه بحال مثلا يانيس باقي ما تيتشرطش، دونك تنخذ انايا مثلا من اكسيون. سينو تو سكي ديكور ما بقاش نشرو، فوليت نخذ من محلات اللي عندهم ديكورات فريمون راقيين اكثر، زوينين اكثر. حاجه بغيتي تخذي واحد ديكور زوين، خذي واحد ديكور زيدي عاوتاني فلوس، وخذي واحد يكون راقي وزوين، شي حاجه اللي فريمون تكون كما تيقولوا الجزائريين شباب. الجزائريين فيكم يا جزائريين، كاينين هنا ولا لا؟ تحيه كبيره من المغربيه لجميع جزائريات ومن جميع تعجبوني هكا، حيت نشوفكم في التعليقات هكا خاوه خاوه بين الجزائريين وبين المغاربه حنايا المغربيات وبين التوانسه وبين الليبيين وبين المصريين، وتيكونوا هكا بعض العراقيين اللي تيقولوا لي يا اختي لا نفهم لهجتك. يا لي فيست اون جينيرال ديال سيميلي كوير، دونك شريت واحد الفيسته ماشي شحال هذه من عام زاره، لافيست ديال الكوير واو فريمون، ماشي ديال الكوير ديال سيميلي كوير واو فريمون. قعدت لي عامين، قعدت لي عامين ولات تتقشر تتقشر من النيفو ديال العنق ومن هاد النيفو هادي ديال اليد. مازال جي شي حد يصايبها تعاود تصايبها، ولكن عطيني بشحال غادي تخسري عليها الفلوس، دونك لذلك كمل احسن بالنسبه لي، تزيدي عاوتاني شو شويه ديال الفلوس، وماشي ضروري تشريها الان. تعرفوا لي فيست ديال الكوير فتيكون هكا شو شويه غاليين، حيت يكون عندك ديال الثمن باش شريتي واحد الفيسته ديال الكوير اللي تقدر تقعد لك حتى 10 سنين، ديك الساعه من احسن شريها. وحتى بالنسبه للبيئه، هاد الفيسته ديال الكوير فين بغيتي تدي لها؟ بغيتي ترميها؟ ديك الساعه راه خساره للبيئه. دونك هادشي كاع كله كما تنقول لكم، مهما ما تشريوش مهما تيكون احسن، خصوصا دابا تندخلوا في واحد دخلنا في واحد الفاز ديال يمكن بزاف ديال الاشياء رخيصه. تتمشي للمغرب تبارك الله تتلقي بزاف ديال الحوايج، تتلقي بزاف، ماشي بحال ديك الساعه تيكونوا الحوايج قليولين وتتكون لا كاليتي. دابا كاينين بزاف، ما كايناش الكاليتي، الكاليتي ما كايناش، الكاليتي خاصك تعطيها فلوس. تتلقي مثلا ساكو ساكا ساك ديال 100 درهم ماشي هو مثلا ساك ديال 500 درهم او ساك ديال تدويلك على اللوكس، تدويلك كما يعني السيكان ديال 500 درهم، السيكان ديال 1000 درهم، السيكان ديال 2000 درهم، هما اللوكس هذاك راه بوحديتو. غير هذا وهذا فراتي تتبان الكاليتي بين هذا وبين هذا، عوض انايا ما يكون عندي 10 ديال 100 درهم يكون عندي غير واحد ديال مثلا 500، يكون فريمون الكاليتي نتاعتو يكون زوينه، بدا نلبسو يكون راقي، يقعد ليا هكا واحد 5 سنين 6 سنين، ولا بغيت نبدلو اصلا الحوايج تطلعوا لنا في راسنا، بغيت نبدلو ديك الساعه نبدلو ونشري عاوتاني واحد جديد. دونك هادي ما يخص الاشياء ديال سيميلي كوير، شكون اللي تيدير بحالي كتب ليا شي في التعليقات. هادي شحال كنت مغربه بكل ما هو ميك اب، كنت ندير لكم بزاف ديال لي توتوريال ميك اب حيت كنت مغرمه بالمكياج، كتعجبني كنت ندير بزاف ديال لي توتوريال ميك اب. كان عندي 66 عكور و 66 باليس ديال لي فاغا بوبيير و 66 فاغاجو و 66، يعني فين ما كنت نجمع شي حاجه تيمشي ليا في المكياج، نجمع شي حاجه تيمشي ليا في المكياج، تنمشي شي حاجه تجي في المكياج تلقى راسي ما جمعت والو، تلقى راسي ما كاين والو، فلوسي كلهم تيمشيو ليا غير في المكياج، تيمشيو ليا في اللباس، تيمشيو ليا وافقي. تقول وافقي فين هما؟ جمعتي درتي ما درتي والو، فلوسك مشاو لك في دي باليت، كل باليت تسوى الثمن الفلان الفلاني. لذلك ما بقيتش نشري دي باليت ديال لي فاغا بوبيير، وكنتو ما تعرفوا فريمون الصغار ولا باليت راه تتبقى لك شحال، وانا من النوع اللي ما تيماكيش العينين نتاعو الا بيخرج
الخرجة اليومي في يوميا فما تنماكيش العينين تاعي تندير الماسكارا بوحديتها تنماكي العينين تاعي هكا يركب وحتى في الفيديوهات راسي غا تشوفونها كم كحلة العينين تاعي او داري اليوم الفاغا بوبيا غير بعض المرات حتى يكون هكا راش بغيتي ماشي راش قاليك بغيتي ديري شويه ديال الميك اب او تتكوني المعروضه او تتكون هكا شي مناسبه هكا تتكون تيكونوا صغا دي زوكازيون تيكونوا هكا غا في العام تديري يعني باليطارة تبقى ليك 5 سنين 6 سنين 7 سنين واش انتيا محتاجة 20 باليت باش تديري الماكياج ديال العينين مبقيتش انا كنت هكا كنت شحال هادي تندير وقت ما تدخل شي باليت جلية جديدة الا وتمشي وانا هي المشكلة ديالتي اللي تندور الختينوال نقولها خرجت باليطة جديدة ديال اوربان ديكي او خرجات ديال ديور او خرجات ديال لونكوم انا ريج حال زوينه او خرجات ديال تخت سيري لا فقت شحال هادي انا يلا فقت ما بقاش نسالي لي باليت ديال لي فاغا بوبيا نهائيا العينين تاعي علاش لحقاش كاين عندي ستوك ديال لي باليت ديال لي فاغا بوبيا كافيني 20 عام والقدام يجروا ليا ويجروا ليا ويجروا ليا والحمد لله عاوتاني كما قلت لكم فكنت ديك الساعه تنشري دي باليت دو تري 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 بون كاليتي يعني الكاليتي نتاعتهم كانت زوينه بزاف يعني بقاو ليا مازال ما تتكونش فيهم رائحه الكريهه بالنسبه للمكياج الحاجه اللي كانت فيها فريمون مميزه هي كنت نشري المكياج دو لا كاليتي يعني الكاليتي نتاعتهم كانت زينه نشري فريمون غير لي مارك اللي هما معروفين او دي مارك اللي هما بروفيسيونيل عمرني تنشري دي مارك اللي هما ما معروفينش حيت عرفت داكشي غادي يكون عندي بزاف ديال الماكياج ولكن وجهي غادي يعمر بالحبوب غادي يعمرو بدي بلاك الوجه نتاعي ما غاديش يعطيني واحد الماكياج اللي هو زوين ما غاديش يعطيني واحد الماكياج اللي هو ناتوريل هادشي فريمون بشحال هادي فتنخوض غير الماكياج اللي هو بروفيسيونيل والحمد لله باقي لي لحد الان الحبيبات اش ما باقيش ندخل داري ما بقيش نشري ورق ديال الحائط علاش لحقاش تعذبت معاه بزاف ورق ديال الحائط فخاصو الناس بعقولهم خاصو الناس كبار خاصو الناس اللي ما بقاوش دي يجرو فيه دي وخصوصا انا الغرفه ديال تميساء بدنا الورق ديال الحائط شحال من نوبه دابا مع تتحل النافذه فتدخلي هذاك الهواء وتدخلي الشتاء فالورق ديال الحائط اللي تيكون حدا النافذه فكله تيتقلع واخا تنشريو ليها كره اللي هي تتكون بروفيسيونيل اللي هي تتكون فريمون زوينه اللي هي تتلصق مزيان فتتحيد بالنسبه ليا نيت فعرفتني صغير اصغر من ميساء فلقينا كاع البلاصه اللي حنايا بدنا فيها الورق ديال الحائط فكل يوم دوز عليها صبعو عنده كان عندهم يمكن واحد الضفر دوز عليها كاع صبعو داكشي ما بقى فيه ما يتشاف لذلك قلت صافي 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 ما بقيش غادي نشري ورق ديال الحائط للدار الا شي حاجه خسرات ليا في الدار فوليت غادي ندير ليها غير صباغه تكون صباغه كاليتي نتاعها تكون زوينه كما صبغنا الغرفه ديال سوريا فريمون صباغه اللي هي رائعه جدا صباغه اللي هي زيتيه الكاليتي نتاعها فريمون زوينه بزاف احسن بكثير من ورق ديال الحائط ورق ديال الحائط باي باي ما بقيتش غادي نشري الحوايج اللي فيهم دي زامبريمي اللي هما كبار بزاف بحال مثلا هاد الكسيوه هادي ان شاء الله دايما غادي يكون واحد لوك قريبا على قناتهم خاص بالدخول المدرسي العوده الى المدرسه العوده الى العمل سيغتو غادي يكون واحد العوده الى المدرسه بالنسبه لميوسا ويانيز وغادي يكون عاوتاني العوده الى العمل بالنسبه لي هل انتم متحمسون لهاد النوعيه ديال الفيديوهات وان شاء الله غادي نوريكم فيه لوكات بالنسبه للسيدات هكا العاملات وبالنسبه للسيدات اللي هكا بشوفوا لوك بوك اللي هو جديد اشياء اللي هما فريمون زوينين عمليين وفي نفس الوقت مي يعني كونفورتابل نحاول نكتب كاع جميع الفيديوهات اللي نتوما تطلبوا مني شحال هادي نحاول ان شاء الله نديرهم لكم هادشي في الايام ان شاء الله الماشيه دوك بالنسبه للكسوه اللي تشاهدوا معايا الان اليوم فيها ديزاين بريمي اللي هما ادي الكسوه ان شاء الله غادي نوريها لكم في اللوك بوك فيها ديزاين بريمي اللي هما رقيوخين ما بقيتش نشري ديزاين بريمي اللي هما كبار لحقاش دائما تيزيدوا يغلضوني تيزيدوا يعرضوني تيزيدوا العين تتمشي عليهم وجهك تيبقى يتخشى ما تيبقاش كاع يبان فيهم ما تيجوش زوينين تو سامبلومون ما تيجوش زوينين هادوك لي زامبريمي اللي تيكونوا كبار ما تيجوش معايا الانسان يشري شي حاجه اللي تجي معاه تجي مع المورفولوجي ديال الجسم نتاعو ما تيجوش معايا ما كاينلاش ما بقيتش نشريهم هادوك زامبريمي اللي هما كبار صافي انا سديت عليهم ما بقيتش نشري صباغة ديال الاظافر كنت نشري صباغة ديال الاظافر باقي عندي لا كوليكسيون ديال صباغة ديال الاظافر اللي يمكن هذه 3 سنوات وهي كاين عندي كل ما شريت صباغة ديال الاظافر هادوك ديال لا كاليتي
دوك ديال لي مارك اللي هما معروفين عالميين بقاو كيما هما لحد الان ما نشوفوش 3 سنوات ولا 4 سنوات. واو هادوك اللي غنشري مثلا بجوج ديال الاورو 3 ديال الاورو 5 ديال الاورو من السوق من هنايا ولاو حالتهم ولاو دايرين بحال تدير الصباغه فوق فندق كلشي انايا لحدو. الصباغه ديال الاظافر فما بقيتش نشريها لحقاش انايا سولت بان واش الوضوء جاهز بالصباغه ديال الاظافر. قالوا لي بان الوضوء ما جائز، ما الصلاه نتاعتك ما جائزه الا ما كانش الوضوء مزيان، دونك خاص الماء يوصل للضفيرات نتاعك. ايوا علاش انايا بغيت نحيد نمسح حيد نمسح حيد نمسح طول حيد نمسح وانا نبقى انايا معصبانه انايا مقبله غير طفاري؟ واش انايا غير طفاري اللي مقبله النهار ومطر نحيد الصباح نطوطا ندير المكياج ونبقى انايا محافظه على هذاك الوضوء حتى الليل عاد باش نحيد سميتو؟ واه مابقاش نديرها مابقاش نديرها، فوليت نديرها غير في لي بيريود بعد مثلا ما تنصليش دوك السيمانه تاع المهم السيدات راه فهموني يعني دوك مره هكا فشي عاتني فشي مناسبه فشي حاجه يعني فشي ليله وبغيتي تحيد يوم مابقيتش نشري كاع صباغه ديال الاظافر اللي حد الان مره تشوفوني دايرهم ما تنديرهم تعرفوني باني تولي ديك الفتره اللي انايا ما تنصليش فيها او الفتره اللي تنكون هكا معروضه فيها اون جينيرال تيكونوا هاد الجوج حدا تيكونوا هاد الجوج هادو ولكن مابقيتش نشري صباغه ديال الاظافر. 17 ما بقيتش نشري القماش ديال الجسم. ديك الساعه كانوا عندي بزاف ديال القماش، القماش ديال كلينيك، القماش ديال دور، القماش ديال بزاف ديال لي مارك، القماش ديال بيتي مارسي، القماش ديال غارنيي، القماش ديال لي كرون سيرفاج، ها اللي رخيص وها اللي غالي وها اللي بروفيسيونيل وها اللي ريحته زوينه وها اللي تيبرد وها اللي وال دابا لا حيت ما كاينش ما احسن البنات من الكيس والصابون البلدي. جربت داكشي كلشي غير ضياع ديال الفلوس. وقت ما كندير الكوماج اون فوا بار سيمين مره واحده في الاسبوع تندير الصابون البلدي وتندير الكيس وتيقوموا ليا مزيان بحال الا كنت في الحمام. ديك الكوماج هكا تيكونوا فيهم هذوك البكويرات فمزيان هكا حيت تكوني في البحر مثلا في البحر وهكا تبي تحيد ديك لا بوموخت باش تكون عندك يكون عندك داك البرونزاج ذهبي وتيبان. ايه اما زعما للاستعمال اليومي او الاستعمال مثلا التي يكون كل اسبوع في السنه فمن الاحسن بالنسبه لي كيس الصابون البلدي طلقها من مراحتي. والكيس تستعمليه دائما والصابون البلدي اصلا راه ما غاليش، تشري الصابون البلدي تجيبي حكم المغرب تديري منه شويه تيبقى لك شحال. ودابا راه اللي بغيتي الصابون البلدي تتباع غير في امازون حك راه يدير لك شحال، وحتى تتباع في لي كرون سيرفاس راه حك راه تيدير لك شحال وشحال وشحال وشحال. دونك علاش انت بغيتي تشري القماش اللي هو تيتباع عاوتاني بشحال ديال الفلوس وما غاديش يكون عنده نفس الفعاليه اللي غادي تكون عند الكيس والصابون البلدي؟ كاينه ولا لا؟ ما بقيتش تنشري الاكلات الجاهزه من لي كرون سيرفاس. من نهار سمعت هنايا ما عرفتش واش الناس سمعت واش سمعتوا هذه القضيه ولا لا، بان في هذا العام هذا في البدايه نتاعتو فوقعت واحد الواقعه بان البيتزا اللي تيتباعوا في لي كرون سيرفاس البيتزات السورجلي قتلوا يمكن بزاف ديال الاطفال بزاف ديال الوليدات. كان فيهم واحد الفيروس نورمالمون هذاك الفيروس تيكون فيهم دائما غير هو حيت تدخليه للفران فتيموت هذاك الفيروس. واخا دوك العائلات اللي هما شريو ديك الكاتيجوري ديال البيتزا دخلوا للفران داك الفيروس ما ماتش. ما عرفتش شحال قتل ما بقاش عقلت يمكن قتل شي 8 ديال الوليدات الا ما خفت نكذب 8 ديال الوليدات. وديك الساعه كانوا ما بقيتش جي با سويفي واش هذوك اللي كانوا في السبيطار خرجوا ولا لا، ولكن يمكن شي 8 ديال الوليدات. دونك غادي نحاول هكا نصحح المعلومه او نتوما صححوا لي المعلومه الا كانت الاخبار في راسكم. ولكن هذوك البيتزات راه قتلوا الوليدات بزاف هنايا في فرنسا. 8 راه يتقتل لك واحد راه بزاف عبد الله يكونوا 8. وكاينين وحدين كانوا وحدين في حاره اللي هما حرجه دونك هو مشى للوليدات لحقاش الوليدات باقي الله تي باقي تي الاحشاء نتاعهم باقي لم تكتمل باقي ماشي احشاء اللي هي تقدر تغلب على واحد الفيروس اللي يمكن هكا يكون في البيتزا. دونك من ديك الساعه ما بقاش ندخل حتى حاجه اللي هي جاهزه للدار نتاعي. نصايب الوليدات نتاعي خضيره، نصايب ليهم الفواكه، نشري ليهم الخضره، نشري ليهم باربا، نشري ليهم سميتو الخس، نشري ليهم الخيار، نشري ليهم المايس، نشري ليهم البيض، نشري ليهم ندير ليهم دي سالاد
هكا شي قاعي الا ما فياش قاع اللي يدير والو ندير لهم امتيت سلطه البيض هكا ندير لهم شويه ديال الفريت هكا في الدار نحاول هكا ندير لهم سكسو ندير لهم العدس ندير لهم اللوبيا ندير لهم لي بات ندير لهم ولكن كلشي خاصو يكون من تحضير يدي الله يجيب لي غير الصحه والسلامه نحضر ليهم ويكون عندي غير شويه ديال الوقت ومن الاحسن اي حاجه ديال لي غون سيرفاس يكونوا ديجا جاهزين ابتعدوا عليهم لحقاش راه الله يستر الله يستر ما تعرفوش الوقت اش تجيب اجا من نهار جا المرض فما بقيتش نشري لي غوجاليف ديال الشفايف اولا لحقاش عندي ستوك ديال لي غوجاليف و لا بليبار هما دي غوجاليف ديال الماركات اللي هما معروفه يعني الريحه نتاعتهم ما تتخناش فتتبقى دائما او ثانيا فولا الغوجاليف تتقل ليا تتقل تتقل عليا غادي نحس بالراحه وانا تنديرو فاكثريا فتنشري غير غلوس دايوغ اخيرا شريت غلوس راه وريتو لكم غلوس رائع ديال ديوغ فريمون وهذا اللي انايا دايره الان تنحس بيه بالراحه تنخرج بيه في فصل الصيف فريمون زوين وفريمون رائع هذا غلوس هذا فريمون رائع فهو اللي كنستعمل حاليا وما بقيتش نشري اي غوجاليف نهائيا نتمنى الفيديو ديال اليوم ان اعجبكم والقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناه سما او في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحط لكم هنا